هنفتح شباك على القرن ال 18 عايزين نتكلم، هكلمك على مصر، شباك بسيط كده تقدر تفهم منه بشويه احصائيات. قبل ما اتكلم على القرن ال 18 هقول لك القرن ال 15 يعني 1401 كان في حوالي اقل من 90 سوق في مصر، وكان عدد القيصريات حوالي 57 قيصريه، يعني خانات او فنادق او وكالات. القرن ال 18 اتضعفت الارقام، اتضعفت بقت 150 سوق، 350 قيصريه، وكانت منتجات المغرب واوساط افريقيا واليمن بتتجمع في مصر، وفضلا عن اللي كان بيجي لنا من اوروبا في الوقت دوت، ويتم توزيع هذه المنتجات او تصديرها من مصر. وكنا متخصصين في التوابل والمنسوجات والبن، كان اهم، كانت مصر من اهم المراكز في العالم في توزيع البن، لان اليمن كانت البلد الوحيده انذاك اللي كانت بتنتج بن، وكانت بتنتج حوالي 200 الف قنطار في السنه، والقاهره لوحدها كانت بتاخد نص الانتاج دوت، يعني نص انتاج البن في العالم كان بيجي القاهره، وكان بيتم توزيعه من هنا. كان حوالي 60 ألف شخص عايشين من جاليات مختلفة، يعني عايشين من أوروبا ومن أفريقيا وأسيا، كانوا عايشين جوه مصر، وكان حوالي 25 ألف مغربي وسوري، 10,000 تركي، 5,000 يوناني مثلا، 2,000 أرماني، حوالي 10,000 من الطبقة العسكرية، وكانت متكونة من المماليك والأتراك. وكانت طبعا المذاهب، الناس دي كلها مذاهب مختلفة وأجناس برضو مختلفة وأعراق برضو مختلفة، يعني مصر تعتبر القلب النابض للعالم في القرن ال 18. ده شباك بسيط كده على القرن ال 18. تحياتي أحمد فاروق.